الاخر نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم جات صفر على غفله، هي ماشي على غفله لان كان نورمالمون غادي يوصلوا الحوايج للخيرونه حتى النهار 25، لكن قالوا لنا بلي غادي يوصل اليوم. المهم حنا غادي نشوفوا واش بصح غادي يوصل اليوم ولا لا، لان كاينه في الشك. قال لنا بلي الكاري قد يدخل مع ربعه، يقدر يدخل مع، المهم بقى كيدخل كي ويخرج في الهضره. على العموم حنايا رحنا قربنا وغادي نشوفوا شنو كاين. انا دابا في خيرونا، وتحيه لكاع البنات اللي كيتبعوني من خيرونا. على ما قال لي فهد قال لي راه زوينه وكتعجبو خيرونا، فيها ما يتشاف، قال لي واعره. المهم الا كتب ان شاء الله عاد نطلعوا نضربوا في هاد الورا. مي دابا حنا غادي نعني ان شاء الله جونس، الا عيطنا لهم ولقينا الكاروسر لا غادي ندوزو للاجونس. ما لقيناش الكاروسر فغادي نكملوا طريقنا للمونبولي. غادي نمشي عند اختي منى نيت نشوف بنت اختي اللي راه مريضه عيانه شويه. انت الكبيبره راكم عارفين فاش كيجي هذاك كون جابو حمرون، وغادي نطلعوا نشوفوا السخانه ديالها طالعه. قالت لي عيانه شويه، قلت لها غادي نطلع عندها شويه تشوفني يعني وتجو وتضحك. هذا دابا طالعين عندهم ان شاء الله الا وصلنا على خير وبخير. المهم هانتوما معايا، كملوا معايا النهار كيفاش غادي يدوز وشوفوا واش غادي يوصلوني السكن. مازال انا كنعاني من هاد السكن، هادو اللي صيفطتهم من المغرب شي وصل شي مازال ما وصلش، شي وصل معطل. هادو هما الكيران، ما عندكم ما ديروا. فارقو ولا شي واحد بحال هكا طالع كتعرفو، هذيك هي احسن حل لنا بعد ما يصيفط فيا، حسن ما يبقى بحال هكا يتكرفس في الطرقان طالع هابط يقلب على سكانو واش وصلوا ولا باقيين ما وصلوش. المهم انا الصراحه يعني بتجربتي وداكشي اللي وصلني اللي صيفط يعني ما وقع لي حتى شي حاجه، يعني كلشي وصل، هو هذاك وصل مزيان. البنات اللي كانوا قالوا لي بصح هادي حلوا لك داك الفيلم ابيول، فري حلوا لي داك الميكا اللي كترطق حلوها لي كامله باش يقلبوا، لقاو فيها والو، لقاو غير ماكياج، لقاو حوايج، لقاو صافي. ما وصلوش الاغلبيه ديال الحوايج، ما وصلوش مارسين، ترسلوا لي غير واحد هذوك ديال الطين ديال الكوزاميه، كنت جبت جوج ترسلوا لي بجوجهم، ما مخليتهم فرنسا ما جبتهمش حتى لهنايا، ترسلوا لقيتهم مارسين تما رميتهم تما، ما عليناش. المهم على الاقل وصل كلشي هو هذاك، يعني حوايجي كيف ما هما، ما مهزوز منهم والو. اللي اصلا زعمني انني نصيفط في ديك لاجونس، دخلنا لواحد البلاصه مظلمه، اللي اصلا زعمني انني صيفط في ديك لاجونس هو ثقه، يعني ما كيوقعوا الحوايج والو، وكيف ما كتصيفطهم كيف ما كيبقاو. لكن شويه ديال التكرفيس بالتعطال، وشويه ديال التكرفيس مع الوقت وهبط وطلع والبعد، الاغلبيه ديال التكرفيس اللي تكرفصنا هو البعد والوقت اللي ما وصلوش فيه محدد، انهم كانوا عطاونا وقت وما وصلوش الكيران في ذاك الوقت. المهم ماشي مشكل، فيها خير وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. دابا غادي نشوفوا واش وصلوا السيكل الخيرونا ولا ما وصلوش. الا وصلوا غادي نهزوه معنا وغادي نطلعوا معنا، ما وصلوش شيء غنكملوا المونبولي، طلعوا تما ندوزوا هذا الويكاند هذا. وصراحه ماشي ويكاند، هذه نورمالمون سيمانا سانتا كاينه في اسبانيا، كاينه في اسبانيا سيمانا سانتا، وعطينهم يعني عطينهم يعني كونجي كل واحد وشنو عطينو في الكونجي. فراجلي دابا راه شاد الكونجي ديالو، ومن هاني نطلعوا نشوفوا السكن، نشوف بنت اختي نقسم معاهم هاد اليومين ولا ثلاث ايام ونرجع بحالي. علينا نخليكم معايا كملوا معايا هاد اليومين هادي. قولي لي انت وليتي طالعه بطال فرنسا، طالعه بطال فرنسا، جاتني قريبه جاتني قريبه، وداك الدفء ديال العائله اربع سوايع ماشي شي حاجه، بحال طالعه لكازا من مكناس لكازا ثلاث سوايع كاع عائله. تعطلنا مشينا بشويه وقفنا في الطريق راه خمسه سوايع، يعني ماشي بعيده بزاف. فداك داك الدفء ديال العائله صراحه ما كاينش ما احسن منه، داكشي علاش طالعه ما عليناش. المهم قربنا دابا ان شاء الله نوصلوا وناتيكم بالجديد، نقول لكم شنو كاين على حسب السلعه واش وصلت في الوقت اللي قالوا ولا لا، لان الاخرى اللي كانت صيفطها لافينيون ما وصلتش في الوقت، فعاوتاني صيفطت في نفس لاجونس ولكن الخيرونه ونشوفوا. قال لي هادي وصلوا مع الربعه، دابا راه 33. وانتوما معايا كملوا الفيديو حتى الاخر. شوفوا البنات على فقصه وقعت لي مع الحوايج، مشينا باش نجيبهم اون فوا وصلنا حدا خيرونا، صوني لا عليه في التليفون ما كيجاوبناش، زدنا شويه دخلنا في لوتوروت صافي ما بقى عندنا كيندهضروا ويصوني علينا في التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سولتو على الحوايج على السميه في من جا؟ قال لي هما راهم كاينين يلا وصلوا دابا. دابا ما بقى كاين دير نقلب، راني دخلت انا في لوتوروت. تقنا معاه ان شاء الله بلي غادي نرجعوا بعد غدا باش نديوهم الى كتاب ما يكونوا هابطين. صافي قال لي فهد من الخير، قلت له انا من الخير، ما عرفنا شنو هزات علينا ديك المشيه، ما كتبش اننا ندخلوا ناخذوهم خلاه من بعد. وهذا ما كان، ودابا حنايا
شادين الطريق غادي ان شاء الله لمونبولي. بنات المهم يلا وصلنا دابا لا جونكيغا، غندخلوا للقهوه فيت في مع الطريق كامله كاع ما دخلناش، اللي ديما كيجيبني ليها فهد وليت نصحكم حتى انا كيف ما قال لي حيت يديك حشومه الشيطان حيت يديك كنت تحشم باش كيحشم يا راسي هذاك راسي البلاصه هذه سي ارخص بلاصه الناس اللي تيجيو اللي تيطلعوا من الاسبان لفرنسا ولا من فرنسا لاسبان لا جونكيرا هذه البلاصه هذه سميتها تورتوغا في المازوت وفي السلعه اورال بالكاميرا باش تشوفوا السميه ديال المكازا مزيان فيها كلشي رخيص اصلا الثمن اللي حاطينه رخص من اثمنه يعني اللي كاينين في الصبليون واللي كاينين في فرنسا وما زايدين ناقصين داك الثمن انا وراها لكم اللي جات حتى المازوت بومبا ديالو مازوت رخيص بطاطا بطاطا البنات ما وصلش حتى اورو المازوت لتر يعني فرنسا راه من اورو 55 الصراحه عندهم قهوه رخيصه عندهم ساعه رخيصه اي حاجه الماكياج رخيص ماشي كيبيعوا رخيص مازوت رخيص المهم اللي كيطلعوا من الاسبان لا جونكيغا اللي كيهبطوا من فرنسا لا جونكيغا هذه احسن بلاصه كنصحكم بها هي القهوه راه حدا وحده من ليه دايره الثمن بالدوبل يعني هذه احسن بنات سمحوا لي ما بنتيكمش مع غير طلعنا للدار بشويه بنيت تقول لي اختي زيدي يلا نمشيو المهم دابا يلا جينا نتسخروا حنا يلا خرجنا دابا من جيون كازينو اش غنقول لكم جيت تغمست في الحوايج دابا نوريكم شنو شريت جيت انغمست في الحوايج انا قلب الكاميرا وتشوفوا علاش كنهضر غادي نوريكم فين انغمست مع الهبطة مع نيشا راه جاي يمكن جاي تشريو الحوايج نشوف هانتوما المهم تنمشي للدار نتقاسم معكم البنات هادشي كامل اللي كاين هنا البنات يلاه جينا دابا غادي نتعشاو برا غادي نتعشاو اونسومبل كاملين يعني راجل ختي وراجلين ختي وبناتها هما حدايا بجوج تجي الصراحة حلوة ديك الجلسة برا كنا نخرج اونسومبل اون فامي نتعشى برا المهم خليكم معايا حتى ندخل للدار ونكمل لكم ما تبقى بنات صباح الخير كي دايرين لاباس عليكم سمحوا لي البارح بزاف انني ما صورت لكمش دخلت صراحه عيانه للدار يلا قدني الوقت انني نديماكي صافي غير دابا كي تحت ناس ودابا جينا للسونتر كوميرسيال دخلنا دابا تقدينا شي حوايج عندنا بطو بحالنا وان شاء الله كلشي غادي نصور لكم ما تخافوش كلشي كاع داكشي اللي كناخذ راه غنصور لكم بالديتاي بالديتاي دابا راه ما في ما نجلس عاد نبدا نجبد داكشي يلا كرسيوه في الطوموبيل راكم عارفين ونوريكم خديت دابا غير شي شويه ديال البقالي شي فاط بحال هكايا شي شويه من الحاجه شنو مدايرين في بروموسيون زوين وحنا ناخذو تشوف نتغداو دابا الوقت ديال الغدا وانتوما معايا بزاف غبرت عليكم ما صورت لكمش ولكن والله العظيم ما كفاني شي الوقت
حنا مجموعه العائله مع بعضياتنا ما كانش عندي الوقت كيفاش ندير نصور، فقلت من الاحسن نخلي باش ما يطولش الفيديو حتى نصور له يعني شنو جبت معايا، فقلت من الاحسن نخلي حتى الاخر ديال الفيديو باش ما يطولش بزاف. ولكن هذه المره جبت معايا شي حاجه احسن من اي حاجه اي حاجه اي حاجه، اخليها توصل للدار نوريها لكم. دابا شويه مخبيه خليتها للدار نوريكم شنو هي احسن حاجه جبت معايا فهاد السفر هذا ان شاء الله. المهم حنا دابا شادين الطريق، كنت نقولوا يلا شدينا الطريق يعني يلا بينا في الطريق شديناها. عاد غاديين كتشوفوا مورايا البازار عامر الطوموبيل. انا بالنسبه لي هاد المره ما عمرش الطوموبيل هنا، كاين واحد البلاصه تما خاويه راه موالفين كنجيو ما كنشوفوش من مورانا في خطره. دابا راه صافا الحمد لله، دابا ما شريناش بزاف غير شي شويه وصافي ما عليناش. كم حتى لدار ان شاء الله نوريكم شنو احسن حاجه جبت معايا هذه المره فاش نوصل ان شاء الله نصور لكم فيديو كامل. غادي نوصل في الليل على ما اظن. المهم انا دابا راه لابسه البيجامه، كان احسن حاجه صراحه هو بنادم يعني يمشي كونفورطابل يمشي مرتاح في الطريق، ما يلبس شي حاجه اللي هي مزيره سورتو الا كانت الطريق طويله ومازال تابع بنادم يعني يمشي ومجي، من الاحسن انه يلبس شي حاجه اللي تريحه. فقلت لكم ما عرفت واش نصوركم لان يمكن غادي نوصل معطله في الليل ما كاينش كيفاش غادي ندير، دونك نستفد داكشي ان شاء الله. والكماله ديال الفيديو دي تكون بيان سيغ في الصباح الى بغى الله ان شاء الله تعالى. ما عليناش كملوا على الفيديو حتى الاخر، فالا كملتوها غادي تلقى بيان سيغ شنو جبت معايا المهم يلا وصلت دابا لاجون كيغا. اش بغيت نقول لكم، هنا كنجي لهاد السوبر مارشي هذا حيت فيه داكشي رخيص. المهم كان داك الشيء كامل ديال التخربيقات هادو حيت هنا رخاص رخاص يعني على الثمن ديالهم العادي اصلا فغادي نديوهم لهنايا باش كناخذ داك الشيء رخيص ديال هاد الشوكولاط وهاد الشيء. وراه صورت لكم في الاول ديال الفيديو، المهم صورت لكم اللي كنت غاده دابا راني راجعه ما طولش عليكم بزاف. يلا نديو هاد الشيء مع اغلى حاجه عندي جايباها، فرحانه بها بزاف خليكم حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوها شوفوا شنو اغلى حاجه جبتها معايا. سلام البنات، وهنا رجعت لكم بالكماله ديال لا فيديو اللي قلت لكم ان شاء الله غير نوصل للدار غادي نوريكم شنو المشتريات اللي شريت وشنو اغلى حاجه جبتها معايا من فرنسا. صراحه هي اتمن واغلى حاجه بالنسبه ليا فهادشي كامل اللي خديت. فمن بين الاشياء اللي خديت هي 95% من الاشياء ديال الكوزينه او اللي خاصني في الدار، يعني ديال الطياب مقالي طواوي كاسرونات الى اخره، غادي نوريكم دابا بالتفاصيل. فهاد المره انا اللي خديت ماشي الاخت ديالي، فقالت لي كاين واحد البروموسيون زوين استغلي وخذي داكشي اللي انتي كاع باغيه. فداكشي اللي درت خديت كاع داكشي اللي بغيت بالثمن اللي هو ناقصين منه، فملي كيكون بروموسيون الاحسن ان بنادم يستغل الفرصه يدي كاع داكشي اللي خاصو. ما عليناش ديت حتى الحوايج البنات ماشي غير مقالي طواوي، حتى الحوايج لقيتهم بروموسيون فخديت جواكت خديت. من بعد غادي نوريكم ان شاء الله كلشي، خليكم دابا معايا. المهم اغلى حاجه جبتها معايا من فرنسا واتمن حاجه جبتها معايا، فاغلى حاجه جبتها معايا من فرنسا هي هادي تريكوكو كوكو لامي تاتا هي بنت الاخت ديالي، بنت اختي جبتها معايا من فرنسا، جات دوز معايا بما ان عندهم كونجي فجات دوز معايا جوج سيمانات ديال الكونجي ديالها. وان شاء الله ديك الساعه نردها. المهم هاد جوج سيمانات غادي نكون فيها ام لمده اسبوعين اصلا يعني انا موالفه فهاد الشيء ديال الدراري الصغار. المهم جبتها معايا دوز معايا الكونجي هنايا في اسبانيا هاد زعرونه هادي ونردها ان شاء الله. هادي بالنسبه لي هي اغلى واتمن حاجه جبتها معايا من فرنسا اش تبي تجوج على يغلى. المهم دابا خليني نوريكم يعني بعجاله باش ما نطولش عليكم، ديما كنطول عليكم كتقولي لي كضحك على الشكل هذا. يعني جبت معايا كل ما كيخص الكوزينه، اي حاجه كتخص الكوزينه، الطواوي مقالي الفراش الكمات. اول حاجه نبدا بها هي هادو المعالق والماس والفراشط، هادو جبت منهم جوج باكيات البنات، هادو جبت منهم جوج. الاخرين اللي كانت عطاتني اختي خليتهم للدوام يعني لينا حنايا بجوج، وهادو جبتهم بحال تما يعني كانوا الضياف ولا شي حاجه. هادو كانوا الوحده كيديروا شي 32 اورو. حتى هادو البنات هادو معالق تيكونوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في التصويره، خديت جوج، واحد راه مونطاه ليا فات وهذا باقي. كياخذوا شويه ديال الوقت في انهم يتركبوا لكن زوينين البنات، يعني كيخليو لك لي سباس. خديت هادو ديال البيض تيكون دايرين بحال الرسولات كامل،
دايرين بحال هكا بحال الرسولات. هذه ديال البيض خديت غير باكيه، وخديت هذه ديال السكر البنات، هذه بحال هكايا. هاد البرير دات ديت ثلاثه منهم، بغيت ندير واحد القهوه وواحد الحليب وواحد نديرو الاتاي ولا يبقى المهم سكر. بنات لينا سبانيا عفاكم اللي كيعرفوا يعني فين نلقى شي حاجه كاليتي ديال هاد الماكياج هادو فين نحطهم فقولوها ليا. خليت واحد في المغرب وخديت هذا هنايا كيكون على هاد الشكل هذا، ومن بعد خديت هاد البرير هذا اللي كيداروا فيه الاعشاب ولا اللويزه ولا اي حاجه اللي كيكون فيه صفايه من الداخل. انا خديته الصراحه على اللويزه وعلى الاعشاب. دابا نوريكم الاعشاب اللي كنشرب، يعني عندي شي عشوب ما كنتخلاش عليهم، كنشربهم تقريبا كل شهر راكم عارفين. فالمهم هذوك العشوب غادي نقولهم لكم، اللي كانت صاحبتي من الصحراء والهلا يختك عليا، لان هي اللي مسكينه قالت لي على هاد العشوب هادو، لان فريمون كنت كنكون في حاله غير طبيعيه. كل شهر البنات عندي كنمشي للكلينيك وكيضربوا لي ليباري لدرجه لي كيب كامل ديال كلينيك العلوي حافظني. عارفه ان اغلبيه ديال الفرمليه ديال كلينيك العلوي متبعيني، فكنوجه لكم حتى نتوما تحيه كبيره 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 بزاف. فبيناتهم يعني البنات كانوا كيشوفوني كل شهر، كنجي فواحد الحاله يرتى لها البنات، هزيني ولا طايحه ولا في كرسي متحرك. المهم انا ماشي نورمال كل شهر. فقالت لي اش كديري، اش تشوفي حنا اش كنديرو حنايا في الصحراء؟ قلت لها اش كديرو؟ فوراتني واحد المجموعه ديال الاعشاب اللي كتشربهم من نهار البنات بديت كنشربهم، بحال سمايه ديال الله سبحانه وتعالى، بحال عمرني كانت فيها شي حاجه وبحال كنكذب. ووليت عاديه انسانه طبيعيه فديك المده، يعني ما كنحس بحتى شي حاجه، لا الم لا وجع لا حتى شي حاجه. الصراحه لله فادوني بزاف، فخديت على قبلهم هاد البريريد هذا. صراحه زويون يكون على هاد الشكل هذا، فيه صفايه، يعني ديري فيه اللويزه ديري فيه اتاي هاد العشوب هادو حتى هما. وخديت بزاف ديال ليمون ديال الكاطو، المهم ماشي شي حاجه اللي هي زوينه، مي بحال دابا هذا يجي فيه البراونيش. خديت هاد اللاطه هادي، ممكن انا زعما دير فيها الخضره ودجاج ودخل الفران، زويونه بحال هاد الشكل هذا. وخديت حتى جوج لاطات هادو ديال الفران، وحده صغيره بهاد الشكل هذا. وفهد شاف هادي في المكازا وعجباتو، فحتى اختي خدات بحالها. هادي بلانشه اللي كتحط يعني فوق من البوطه اللي كنطيبو فيها عادي، ولكن هادي كيدار فيها الحوت، يعني اللي كيبغي الحوت. ففهد من عشاق الحوت، انا شويه ماشي بزاف، لكن هو كيعجبو فشافها ديريكت خداها. كتكون على هاد الشكل هذا زوينه البنات، هذه بلاشه ديال البوطه. خديت هاد الديفيزور هذا، صراحه حتى خديناه وشريناه عاد اكتشفنا انه كيدار فيه لي كابسول، ما عرفتش هنا فين ممكن نلقى له هاد لي كابسول ديالو اللي كيكونوا على هاد الشكل هذا. انا كنت يصحابني هذاك الديفيزور ديال الماء، لكن اكتشفت في الاخر انه لا كيدار بلي كابسول، يعني كيتشارج بلي كابسول. عجبني الشكل ديالو، داير على هاد الشكل هذا، ولكن لقاو له حل دوك لي كابسول، لان حتى دينا عاد تقيدنا انه بلي كابسول. هاد المرايه هادي، هاد المرايه اللي كتلصق يعني في الدوش، كتلصقوا واحده المرايه الكبيره هادي، كتزومي يعني كتقربوها لعندكم الا بغيتو تشوفوا يعني الوجه ديالكم، الحجم يعني ديالهم مضاعف الا بغيتو تشوفوا التفاصيل ديال التفاصيل. ومشيت لجيفي زدت منهم، كنت جبت جوج ديك المره، دابا عاوتاني جبت جوج اخرين. شريت هاد ديال البلاستيك اللي فيها جوج جديدات، هادي ديال الشلاضه اللي ممكن تخلطوا بها، هادي شريتها لان كيعجبني بزاف ندير الشلاضه، وغادي نولي ناكل شلاضه بلا ما نهضروا على داك الموضوع ديال الريجيم، حيت ديما كنقول لكم غندير الريجيم وما درتوش وما كنفكرش نديرو حاليا. ولكن شريت هادي يعني غير فوق ما نشوفها كنحس براسي درت الشلاضه وكليتها ودرت الريجيم. المهم خليني نغطى وجهي ونحط. الصراحه ليلى لك كنت كنحشم ما بقاش نجبد لكم هذا الموضوع ديما، لان اصلا ما درتش الريجيم وما عولاش نديرو. ما تضحكوش عليا، راه الغالب الله راه ديما كنقول ندير الريجيم، ماشي ما كنقولش، كنقول دنيا زعمي ديري الريجيم، ولكن كنلقى عندي شي دوينات شي عويصرات في الثلاجه حرام يضيعوا، شكيلطات وكس هادي وداكشي ضيع حرام، شكون اللي غياكلو؟ ناكلو بعدا ندير الريجيم، تا ناكلو كتجي شي حاجه مورا ما كنصدق ما دايرهاش الريجيم وكنكمل على ديك الحاجه الاخرى اللي ما خصهاش تضيع. وهذا الريجيم هذا المهم فوق مكتب، فوق مكتب راه غادي. وخديت البنات كذلك هاد الطويصات هادو ديال الدجاج، الميزه فيهم انهم ممكن انهم يدخلوا للفران كيف ما ممكن انهم يدخلوا للثلاجه كيف ما كتشوفوا، فكيدخلوا للفران وكيدخلوا للثلاجه لانهم دجاج، ودجاج قابل يعني للحراره.
وكيتغطاو يعني من الفوق الا كنتو بغيتو تدخلو من الثلاجه. خديت منهم جوج زوينين تخبطيني فوق الكنابي في البرد، واخا ما داخل البرد ولكن المهم بانت ليا وخديتها بهذا اللون هذا. والدخلاني ديال الابيض كانت عندي بحالها في المغرب، غير كانت عندي ديال النمر. اخيرا البنات ولات عندي كوكوط. اخيرا ما كانتش عندي كوكوط في الدار، فالمهم جبتها معايا هاد الكوكوط هادي، كانت اللي كبر منها وكانت هادي، ففضلت انني ناخذ غير ديال 8 ايترو لان حنا غير بجوج بينا، وكنظن حتى ديال 8 ايترو كبيره. المهم كان عندي اختيار بين هادي وبين اللي كبر منها، فخديت هاد اللي صغر منها دايره على هاد الشكل هذا، وفزت منها كسكاس لان حتى اختي خدات بحالها وبقات فزت منها كسكاس. زوينه زوينه، مازال ما جربتهاش باقا جديده، ف حتى نجربها ان شاء الله ونقول لكم كي دايره. هاد المرميطه هادي ديال تيفال اللي داير على هذا الشكل هذا، خديت وحده يعني كينفعوا بحال هادو شحال ما كانوا في الدار. انا بالنسبه ليا كينفعوا، واخا خديت وحده من شي بيشوب داك النهار وريتها لكم، فعاودت خديت هذه يعني شحال ما كانوا زايدين كينفعوا. المرميطه هذه اللي قال لي راجلي زوينه يعني دار فيها الحوت ولا اي حاجه اخرى، وثقيله البنات على هذا الشكل هذا، اللون ديالها حمقني من بين الاشياء اللي زعموني انني ناخذها هو اللون ديالها، فخدينا هذه. باش نرافقها زدت لها الكاسرونه ديالها. هذا هو الحماق، خديت لها الكاسرونه ديالها. ما عرفت، المهم الكاسرونه بالنسبه لي شحال ما كانوا في الدار زايدين راه شديت منهم بزاف شحال ما مزيانين. انا بكثره فاش جيت ما لقيت لا كاسرونه لا والو، غير طلعت قلت له مهما دايرين هاد البروموسيون فغادي ناخذوا كلشي، ناخذ الكاسرونات غادي ناخذ طواوي غادي ناخذ مقالي غادي ناخذ كلشي، باش هكا يا على الاقل نبقى ترونكيل واحد المده طويله. خديت لها المهم هاد الكاسرونه ديالها، وخديت هاد المقيله هادي ديال البيض صغيوره بحال هكايا. بالنسبه لليمون ديال الكيك خديت حتى هذا مدور بهذا الشكل هذا، لقيت هاد الصفايه هادي اللي عجبتني بزاف ديال الطيفه حتى هي. المهم خديت هاد المنتدى بهذا الشكل هذا، لقيت هاد المقله هادي اللي ممكن انكم ديروا فيها ليغو بحال هاد الشكل هذا، وخديت هاد السيري هذا ديال المقالي ومعاهم الكاسرونه ديالهم، معاهم كاسرونه بحال هكايا اللي كتكون متوسطه بهذا الشكل هذا، وكاسرونه اللي كبيره غارقه بهذا الشكل هذا. زوينه يا البنات ديروا فيها اي حاجه. البنات اللي ساكنين في فرنسا الصراحه من الاحسن انهم يمشيوا يستغلوا يعني هاد البروموسيون هذا، ومعها صغيوره بهذا الشكل هذا ثقال يا البنات. الموين بهذا الشكل هذا، حتى هاد المرميطه اللي معاهم نفس السير يعني نفس الزواقه فيهم، هذه كتغطى بالدجاج ها هي كتكون بحال هذا الشكل هذا، يعني هذه ممكن ديري فيها اي حاجه مهما كتغطى راه ممكن حتى طيبي فيها. وديت حتى هذه اللي حتى هي جايه على شكل مرميطه ولكن كاسرونه، يعني ممكن ان يتصاوبوا فيها لي بات. وخديت لها معها هاد الكاسرونه هذه، هاد الكاسرونه حتى هي اينوكس ديالها. وخديت حتى هذه البنات، تقولي لي ناري عيقتي بهاد المرميطات كاملين اش غادي ديري بهم؟ والله العلي العظيم ماشي كيسيون اش غادي ندير بهم، ولكن انا راه داري راه ما فيهاش هادشي يعني، فانا عاد كنأتت هذه كتكون على هاد الشكل هذا. وجبت هاد الشوايه هذه اللي بقات اخر وحده، بقيت انا واختي كنتقاتلوا عليها لكن في الاخر ديتها انا، مسكينه قالت لي غير ديها. المهم هي جايه بحال هكا شوايه كتكون يعني فوق من البوطه، ثقيله يا البنات ثقيله بزاف بزاف بزاف، واليد ديالها يعني كتطوى بهذا الشكل هذا، ولكن هي ثقيله والله العظيم انا ثقيله، وفيها بحال هذا الرويس هذا يعني بلا كنتو بغيتو تكبو الزيت ولا شي حاجه. وفاش كنت خارجه بانوا لي هاد جوج كويسات هادو، ما عرفتش انا مالي مضروبه على هاد الكويسات وفيهم هاد الزواقه هادي، خديتهم بجوج دايرين بحال هكا. المهم زعما واحد ليا واحد الفات داكشي ديال الحبان. دابا حاليا انا ساليت لكم يعني القش اللي جبتو معايا في هادشي كامل، هو القش اللي جبتو معايا من فرنسا، هادو هما الاسد ديال الكوزينه اللي شريت، يعني باقي خاصني شي حوايج ولكن بشويه بشويه بلا ما كيبداش يعني من الدرجه العشرة نيشان حتى المقطع تيحمل الواد. المهم هادشي اللي شريت دابا الكوزينه حاليا، هنا صافي تسالاو القش ديال الكوزينه والاسد ديالها وطواوي ومقالي ديالها، باقي شي حوايج اخرين ولكن مع الوقت كيف ما قلت لكم. المهم اللي خاصني دابا حاليا هما هادشي وباقي يعني الحوايج اخرين القدام. خدينا البنات حتى هادو، خدينا منهم سته يعني الكراسه ديال الطبله، هادو زوينين وشويه عامرين، خديتهم فهاد لا كولور هذا، جاني هذا يجي مع كلشي كلشي ديال الاواني وكل ما كيخص الكوزينه. فما بغيتش نطوي عليكم الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي ندخل لكم المشتريات اللي جبت معايا ديال الحوايج. وهكا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون الاعجابكم وانكم استفدتوا. تهلاو فراسكم بزاف ومع السلامه.